صباح الخير واهلا وسهلا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه يا ربي. اليوم في الفيديو تاع نهار اليوم راح نشارككم كيفاش نخدموا هذو التحف الفنيه من فن الكونكريت. المهم يا بنات، انا في الفيديو السابق وريتهمكم وريتكم كيفاش يخرجوا كما نقولوا محصنين ما يتكسروش. في هذا الفيديو راح نوري لكم الطريقه كيفاش تخدموهم، تحبوا تعتمدوهم كمشروع او تحبوا تصايبوهم ولا تخدموهم هكذا لدياركم. عرفوا هذا الكونكريت راح مشهور في الفتره الحاليه، يعني صار مشهور والناس سواء في الخليج في مصر عندنا هنا في الجزائر المغرب تونس، هذا الفن راهو كما نقول او هذا الديكورات عادوا في كل دار تقريبا. كيفاش تستخدموهم؟ تحتاجوا فقط الجبس، اسمنت ابيض، يعني لحد كينغ ده من طريق، انا نفضل هذه الطريقه باش يجيكم محصن. تحتاجوا قلت لكم جبس، اسمنت ابيض، وراح تحتاجوا القوالب. القوالب طبعا مش شرط تشريوا هذو القوالب، راح تخيروا القوالب اللي تحبوهم. انا اخترت هذه تاع السكريه وهذا الفاز. علاش؟ لانه هذا الفاز هنايا نقدر نستخدمها نباتات ونقدر نستخدمها هذا. اما بالنسبه للسكريه، بالنسبه للسكريه راح تقدروا تستخدموها هكذا، يعني تحطوا فيها اشياءكم، او تقدروا ايضا ديروها مبخاره فقط. راح تشريوا هذا من عند الكنكيري، موش غالي، يعني 5000 6000 ماكسيموم. شريوا له هذا كبير يجي قدها على حسب المقياس تاع المبخره اللي طلبتوها، كما نقولوا المول اللي طلبتو. كما هذه هنا راهي جات كما تحبوا تطليوها ايضا، حتى الصفايه هذه تحبوا تطليوها باللون الذهبي او تخليوها كما هكذا ثاني، راهي ما شاء الله. شوفوا يا البنات، يعني ما شاء الله. المهم انا راح نخليها هكذا. المهم نروحوا ننتقلوا الان لطريقه التحضير، والله كيفاش نخدموهم. يلا المهم انا نقول لكم ما تنسوش بالاعجاب والاشتراك، يلا اضغطوا على زر الاعجاب وسبسكرايب ويلا نبداو. سبسكرايب اشتراك، يلا يلا البنات يلا يلا. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. اليوم راح نبدا دوك ندير معاكم الكونكريت هذا، قوالب الكونكريت، والله هذو المجسمات تاع الديكور اللي خرجوا جدد نخدمها معاكم كيما وريت لكم في الفيديو اللي فات. على بالي طولت وهكذا، لكن ديما كم تعرفوا سبحان الله نقولوا من راح نحطوا فيديو كما نقولوا في اقرب وقت ولا هكذا، ولكن لا غالب الظروف. المهم انا حنبدا معاكم بلا ما نطول، يلا نبدا معاكم كيفاش ديروه. حتجيبوا الجبس، حتجيبوا السيما، الاسمنت الابيض، الاسمنت الابيض والجبس هذا، اسمنا نحط هكا هذا الاسمنت الابيض. كيفاش تعرفوا تفرقوا بين الاسمنت الابيض والجبس؟ الاسمنت الابيض يكون بودر، ارطب ارطب لابعد الحدود. اما بالنسبه للجبس راح تلقاو شويه خشين، تلقاو فيه شويه حبيبات، راكم فاهمين؟ ما تقدروش تفرقوه على حسب اللون والله، ولكن هذه الطريقه تقدروا تفرقوا بيناتهم، انه الاسمنت الابيض يكون ارطب اكثر. الجبس هكذا، يلا لما نبداو في طريقه العمل. بسم الله، راح تجيبوا ماء، تجيبوا اسمنت الابيض والماء الاسمنت الابيض والجبس، يلا ونبداو. انا بعد القوالب هذو شويه هكذا عليكم باش تشوفوا مليح. بسم الله، ما ترعيوش لهذيك، انا اي جبس يبقى لي نولي نخدم به هذيك، يعني ما ترعيوش ليها. يلا نبداو. بسم الله، شوفوا يا البنات انا متعوده اني الكيل كيفاش نكيل. عندي كل اسمها كل كيله ما راح تقابلها ثلاث كيلات من الاسمنت الابيض اللي هو الجبس. اسمها مشللها مليح، جيبوا اي حاجه تكيلوا بها. انا جبت هذا هكذا، نعمره مثلا هكذا، عندي الواحد ونص لانه راح القوالب هذو يستهلكوا، خاصه هذا القالب ياخذ منكم بزاف.
شوفوا كما قلت لكم الاسمنت الابيض الجبس راح تلقاه شويه في حروشيه، كتمسوا كما هكا الملمس تاعو تلقاو فيه حبيبات كما هكذا. اما بالنسبه للاسمنت الابيض بودر 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 هكذا كما البودر اللي نستخدموه للجسم ارطب طول. نبداو على بركه الله. يلا جبتها وراها الاسمنت الابيض. شوفوا يا البنات انا هنا عندي كيفاش الطريقه الصحيحه اللي تخلطوا، مش تحطوا الاسمنت وبعد كبوا عليه الماء، لا لا العكس، تحطوا الماء ومن بعد تسكبوا الاسمنت كيما هكذا الجبس هكذا وتخلطوا تخلطوا مليح. خلطوا مليح ما تخليوش حتى تتحصلوا على خليط، راح تتحصلوا شفتوا شتو، المهم راح تتحصلوا على خليط كمل البوماد كما نقولوا حنا كريمي كريمي خفيف. بعد ما شوفوا هنا في الاخير حنضيف انا ملعقه واحده، تقدروا ملعقه ملعقتين، يعني حاجه خفيفه برك من الاسمنت الابيض مش بزاف. يلا دوكا حان الوقت باش نسكبوه ببساطه. راح تجيبي هكا القالب تاعك وتسكبي عادي هكذا، او بين لكم سائل بصح ماهوش سائل بزاف الصراحه. راح نجيب هذا القالب هكذا كريمي يكون مليح باش يزرب بيا. هكذا يلا هذه الأخيرة راح بعد ما هكذا هذه الأخيرة راح نجرب معها اللون هذا، شريته غير كي اللون البني. هاو راسنا نوريلكم سمحولي هكذا، مش حنخلط بزاف طبعا، علاش يخرج لي كيما هكا. يلا ها زربي لازم نزرب، نخدم بيدي فقط شرح نديرو. يلا 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 بسم الله، يعني ربي يهدي وصاي. كيما كملنا هكذا نخليهم ينشفوا ونوريلكم النتيجة النهائية. يلا اهلا وسهلا بكم، هذه هي النتيجة نتاعنا كيفاش خرجونا وش خدمنا او كيفاش خرجنا. نتمنى ان شاء الله يكونوا يعجبوكم ويعجبكم الفيديو، فقط ما تنسونش بالاعجاب والاشتراك ويلا.